إلى ذلك قال رئيس هيئة أركان الجيش اللواء محمد المقدشي إن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والوقوف بحزم لتحرير البلاد من الانقلابيين والعابثين بأمن واستقرار اليمن. وشدد المقدشي خلال زيارته للمنطقة العسكرية الخامسة على أهمية الجاهزية القتالية لمواكبة عملية التحرير التي تسعى قيادة القوات المسلحة لاستكمالها. الانقلابيون سيطروا على الحكم على بلادنا واستولى على مؤسسات الوطن بشكل عام، وفي مقدمتها مؤسسة القوات المسلحة، والذي تمكن العدو بأن ينزع كل ممتلكات القوات المسلحة ويسخرها لصالح ميليشيا طائفية حزبية مدعومة غربيا. أيها الأبطال، إنما تقومون به من واجب بجانب زملائكم في المناطق الأخرى سيذكر التاريخ لكم وسيخلد. إنما تقومون به من قتال العنصريين والعقائديين الذين جاءوا من خلف الحدود وبدعم إيراني فارسي، لذلك فأنتم إن شاء الله سيتحقق النصر عليكم.